اتنقلنا من احنا براند عسل بقينا براند هيلث فود وناتشرال برودكتس. دي كانت اكبر نقل. ده ترجم في ان السيلز بعد ما كانت 90% عسل و10% حاجات متناثره بقت السيلز 50% عسل و50% بقيه البرودكتس. 2015 كنا وصلنا للريكوجنيشن لمحلات امتنان واصل لغايه 70-80% في القاهره و 30-40% بره القاهره. دلوقتي عندهم مصنعين في العبور، عندهم 600 واحد شغال، السيرفيس بتاعتها من احسن السيرفيس في مصر دلوقتي الحمد لله. دي حاجه كانت مش موجوده خالص. حل مشكله بقى تكرار المنتج في اكتر من وحده تكرار. دلوقتي بعد ما عملناه بالتقسيمه اللي احنا عملناها دي ما بقاش لازم، لان الوحدات نفسها بقت متقسمه بطريقه مش محتاجه انك تعيدي المنتج كذا مره. مكني مبدئيا على مستوى مصر ان انا الناس تبص لنا، لان انا مش عسل بقى خلاص، احنا براند هيلث فود فعلا. ده كان الريل لونش، وده فرق في السيلز طبعا زي ما قلت لك في النسب. يعني احنا خلال الست سنين اللي فاتوا دول احنا ضعفنا 7 مرات، فنقلنا نقله تانية خالص بره مصر. ابتدى يجي لنا ريكوجنيشن خطير. يعني دلوقتي المنتج بتاعنا بيتباع في هولندا وفي بلجيكا وفي فرنسا وفي امريكا طبعا، ده من خلال طلبات، لكن هولندا وفرنسا وبلجيكا بيتباع من خلالنا المكتب هولندا بتاعنا. ابتدت يبقى البراند فيه براندين، يعني ابتدى بقى اول مره يبان ان والله يا جماعه ده في موضوع هي ميديكال وفي موضوع اكل، والاكل ده عايزين كلامه كبير وصور طبيعيه. وده ابتدى من اللحظه دي برضو ان احنا نتعامل مع الموضوع، لان هو موديولين مختلفين، ويعني يمكن باقي لنا خطوه ونفصل البراندين دول، يعني باقي خطوه واحده كده خلاص. ان احنا بقينا انترناشونال ستاندرد، فانت اب تو الليفل بتاع احسن ماركات في العالم. يعني هو ده اللي ابتدينا منه ريسيرش، يعني الريسيرش ابتدينا جبنا احسن ماركات في العالم وابتدينا نحلل منها، فعملنا حاجه اب تو الماركات دي، فبتتحط على الرف مع اي واحد فيهم بتتقارن بيه. احنا بقينا زي في التوب تير ده. قبلها كنا بنبص للمنتجات بالاصل النباتي، يعني اعشاب، بقول، منتجات نحل كده. بعدها بقينا نبص بالكاستمر، كاستمر يعني انت كاستمر بقى خلاص، بقى عندك حاجه لايف ستايل، دي لايف ستايل، الناس اللي عايزه تعيش حياه صحيه، واللايف ستايل ده بيهتم بالناتشرال، بالبيوتي وبالدايت وبالفتنس والانرجي واليوسنس وكده. ليه مجموعه منتجات، فبتدينا نتكلم بالكاستمر. التعاون اللي حصل ما بيننا، يعني لما انا كنت قلت لكم فكره لا ما رميتوهاش، لا خدنا اشتغلنا مع بعض. والاناليسيز اللي انت عملتيه في الاول اللي عملتيه على الحيطه، كان عندكم حيطه بترسموا عليها دي، الاناليسيز ده كان رهيب. يعني التيم عندكم عمل بوزيشننج للبراند ودخل جاب كور البراند بريسيرش، فدي كانت من الحاجات الرهيبه قوي. انت ابتديتوا بريسيرش، ما ابتديتوش بشغل، ما حدش جه ورانا رسومات ولا صور ولا الكلام ده. احنا فعلا ممتنين ليكم جدا جدا جدا، ولو في اي مكان اي مره بتحكي قصه امتنان لازم اسمكم يجي. والورق بتاعكم جزء من الكمبري بروفايل، الكمبري بروفايل بتاعنا يعني نصه معمول من ورقكم انتوا. وثانك يو فيري ماتش فور ذس، انتوا كنتوا سبب رئيسي في ان البراند ده وصل لكده.